دايما عندي كلمة بقولها انه انا ضد غناء اللون الواحد. انا شخصيا ما بحب انه يكون في لون واحد اغني. اذا الفن هو عبارة عن ابداع، يعني قديش انت بتستطيع انك تكون مبدع وتعطي الوان مختلفة ولهجات مختلفة. اعتقد هذا التحدي مهم على الصعيد الشخصي، بالنسبة لي هو تحدي بيني وبين نفسي. موضوع الأغنية المغربية هي أغنية جدا أصيلة ورائعة جدا 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 جدا، وهذا مثبت اليوم موجود. لكم سمعنا يعني مثلا على سبيل المثال كثير من الأغاني اللي بتتقدم اليوم في العالم العربي هي من أولها الأغاني المغربية كمان. والله يعني أنا دنيا كصوت، وحقيقة لا يعني من الأصوات اللي جدا رائعة جدا 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 قد ما بدك. كويس؟ أنا شخصيا والله 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 هي ثلاثة لا أعلم شو مشكلتها معي، صدقيني إلها سنين بتحكي على هذا الموضوع في الإعلام، والله ما بعرف ليش. يعني ما هو السبب اللي فعلا يعني يخليها إنه يعني تهاجمني بهذه الطريقة؟ والله بتجرب ما بعرف ما بعرف إنه أنا ما سلمتش عليها. تعرف إنه بعد ما حكت عني أول مرة شفتها عدة مرات وسلمت عليها كيف؟ والله ما أنا عارف. فبشكل عام صدقيني والله ليس لدي أي مشكلة معها نهائيا، أنا على الصعيد الشخصي. وبقول لك الله يوفقها، وللأمانة صوت رائع، وأنا بصراحة أحكي لك لكن أنا متفاجئ منها. يعني ليش بتتعامل بهذه الطريقة؟ أنا بقول لك أنا عفنها ما بتكلم لأنه صوت والله رائع، ربنا الله حقيقة. عفوا يعني كيف ما بعرف ما لي أي طريقة إنه أنا أتواصل معها. بس بشكل عام أنا بقولها يا عمي أنا زلمة، بقول لك أنا شخصيا مسامحك والله يوفقك يعني من قلبي من قلبي الله يوفقك. شكرا.